بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعون الأعزاء في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير وبركة. نحييكم أجمل تحية من ميدان سباق الهجن العربية الأصيلة في منطقة مكة المكرمة في محافظة الطائف، لننقل لحضراتكم وعلى الهواء بثا مباشر وقائع سباقات الهجن العربية الأصيلة في بداية نهاية هذا المهرجان، في يوم يسبق يوم الختام، في مرحلة جديدة وسن جديد، ألا وهو سن الكبار وسن الثنايا ومتعة الكبار والصراع مع الكبار داخل المضمار. على بركة الله تعلن انطلاقة شوطنا الثالث الخاص بالبكار الثنايا وما تحمله لنا من مفاجآت ومن إنجازات ومن هجن صاحبة إنجازات وصولات في ميادين دول مجلس التعاون الخليجي. مشاهدين الأعزاء، وبداية هذه الأسماء، المركز الأول وهذه غنايم، غنايم تقود الركبة، غنايم تقود البداية، غنايم هي متصدرة للموقف، تعود ملكيتها للسيد بندر بن محمد بن زومان الهاجري. مشاهدين الأعزاء، ناخذ المركز الثاني، ناخذ الذي تليها بالمركز الثاني، أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، مرحبا بمسافة، مسافة واصلة على المركز الثاني، يرافقها مسافة في عملية التضمير وفي المتابعة، ومالكها حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. بينما ناخذ اللي تليها بالمركز الثالث ومن تترصد للموقف، وهذه وحيشة، وحيشة في المركز الثالث للسيد فايز بن مشعل بن حسن آل زيد الشريف. المركز الرابع، وبدورها تنتقل إلى المركز الثالث، وهذه حضور من حضرت في هذا الشوط، من حضرت في ميدان الطائف، من حضرت في هذا المهرجان لإثبات الوجود بشعارك العنابي محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب المري. مشاهدين الأعزاء، ناخذ المركز الخامس، المركز الخامس وهذه عوايد، عوايد على المركز الرابع، تنتقل من مركز إلى مركز للسيد فايز أو السيد فهد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة. مشاهدين الأعزاء، الله، ناخذ المركز الخامس وشعار بندر بن زمان الهاجري. بينما المركز السادس، الله يا هذا القدوم، وهذه الفايزة، الفايزة، الفايزة في هذا الشوط، الفائزة بهذه المشاركة في هذا المهرجان، تعود ملكية الفائزة للسيد أحمد بن ترحيب بن عبيد الشريف. المركز السابع، وصلت في المركز السابع، سمحة يا سمحة، سمحة يا سمحة، بشعار ناجي بن مسفر بن صالح آل رزق العجمي. المركز السابع، الله يا المركز السابع، الله يا هذا القدوم، ها هي منصورة واصلة على المركز السابع، تعود الملكية للسيد حمد بن هيام بن سالم العامري. وفي المركز الثامن، من تتدخل في هذا المركز الحساس، وها هي متعبة للسيد محمد بن راضي بن سماح العنزي. وفي المركز التاسع، أوصلت وضحة، وضحة، وضحة على المركز الثامن أو التاسع، حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وفي المركز العاشر، ها هي هقوة للسيد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. مشاهدين الأعزاء، مشاهدي ركب الثنايا، مشاهدي رقص الثنايا، مشاهدي سن العمالقة، سن الكبار، سن المتعة، سن الإثارة، سن الركود، سن التعليمات الخفيفة، يا سلام، 5 كيلومترات هي مسافة هذه الذلل الأصايل، 3 كيلومترات طوينا ملفاتها، 2000 متر تبقى عن النهاية، 2000 متر
تبقى عن النهاية، ولكن مع بن حطاب، مع بن حطاب حضور يا حضور. مرحبا باللي حضرت، مرحبا باللي حضرت وغطت على كل الحضور. الله يا حضور محمد بن ناصر بن حطاب الكعبي. الله الله الله. ولكنها تغرد وحيدا، تغرد وحيدا في ميدان الطائف، في ميدان الطائف. الله الله. المركز الثاني وصلتنا مسافة، مسافة وهي على مسافة بعيدة من المركز الأول، ولكنها بكل أريحية تسترخي، تسترخي وحيدا مع بن غدير. مسافة، مسافة صاحبة البطولات في ميدان المرموم وفي ميدان الوتبة. هذه مسافة للسيد حمد بن راشد بن غدير الكتبي المركز الثالث، وهذه أول نداء لها، أول نداء وأول ظهور في الخمسة مراكز. يا سلام. وهذه بلشة، بلشة يا بلشة، تكون من بلشة صاحبة إنجازات، بلشة صاحبة نواميس في الشحانية، صاحبة نواميس في ميدان الشحانية في عام 2022 وعام 2023 في سن الثنايا وسن الإجداع. هذه بلشة، بحط ترشيحي مع بلشة. يا سلام إن كان ترشيحي مسموح مع بلشة، ولكن هناك وصل ناجي، ناجي بن مسفر الرزق العجمي مع سمحة المركز الخامس. بناخذ الخامسة وبنقفل هناك. هذا البريدي اللي واصل، صيت صيت صيت، يا سلام يا صيت. حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، حضور يا حضور، حضور يا حضور، انطلقي يا حضور، أبحري في سمائك يا بحور، أقلعي من هنا، من هنا إلى الشحانية. حضور بشعار بن حطاب، محمد بن ناصر بن حطاب الكعبي. الله 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 الله. هذا الحضور، هذا التجاوز. بلشة وسمحة، بلشة وسمحة، بلشة وسمحة. على العموم إلى المملكة، إلى المملكة إن ذهب النماس، إلى بلشة أو إلى سمحة، إلى أبناء المملكة، إلى نجران أو إلى السيح. بلشة يا سلام. تبلش هذه المشاركات، تبلش هذه المشاركات. أبلشهم، أبلشهم، أبلش كبلش. بلشة، سمحة، سمحة، سمحة يا سمحة، سمحة يا سمحة، يا سمحة النواميس. ناجي، ناجي، ناجي بن مسفر آل بخيته، ناجي بن مسفر آل رزق العجمي. ولكن 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 لا أمان، لا تستسلم هذه البطلة. بلشة تدخل التاريخ من أوسع أبوابه. بلشة، سمحة، سمحة، بلشة. النوماس لمن؟ النوماس لمن؟ التهاني لمن؟ الثنتين فايزات، فايزات سمحة، تهانينا لك من الأعماق يا ناجي بن مسفر الرزق العجمي على هذا النوماس. المركز الثاني بلشة ليا السيد حمد بن سعيد بن صالح الغفراني المري. وفي المركز الثالث وصلت همس لسيد مسلم بن يسلم الوارد الصعري. وفي المركز الرابع وصلت، في المركز الرابع الخالدية للسيد بندر بن عيد بن نجم العطوي. وفي المركز الخامس مسافة للسيد حمد بن راشد بن غدير الكتبي. مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، هذه هي النتيجة للخمسة مراكز الأولى. شاهدتم هذا التنافس ما بين الثنايا، ما بين بلشة وما بين سمحة، ولكن انتهت الأمور من صالح سمحة للسيد ناجي بن مسفر الرزق العجمي. تهانينا له على هذا النوماس. توقيت الزمني لحظة الوصول 8 دقائق ثانية واحدة 43 جزء من الثانية، بينما جاءت بلشة في المركز الثاني توقيتها 8 دقائق ثانية واحدة 51 جزء من الثانية. جاءت بالمركز الثالث همس للسيد حمد بن راشد، أو همس للسيد مسلم بن يسلم الوارد الصيعري. ناخذ التوقيت بالمركز الثالث 8 دقائق 8 دقائق 3 ثواني 65 جزء من الثانية، هو توقيت همس للسيد مسلم بن يسلم الوارد الصعري. وفي المركز الرابع الخالدية للسيد بندر بن عيد بن نجم العطوي. وفي المركز الخامس وصلتنا، في المركز الخامس مسافة تعود ملكيتها للسيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه هي نتيجة شوطنا الثالث الذي يحمل هذه الأسماء،
والشوط الثالث ذهب مع مالك سمحة ناجي بن مسفر آل رزق العجمي أبناء المملكة يثبتون الوجود في سن الكبار وبالتحديد إلى منطقة نجران. مشاهدين الأعزاء أشواطنا تتوالى ولا زالت المتعة والإثارة تستمر ونترقبها في قادم الأشواط. تمنياتنا بالتوفيق للجميع.